جهات الاخوان المسلمين اللي تحت المحافظه هم المتظاهرين او الناس اللي قبل التيار المعارض. يعني اللي احنا شايفينهم دلوقتي بيحذفوا دول يعني اعضاء ومنتمين للجماعه؟ يعني لو الناس تقرب شويه هنلاقي ان هم اغلبهم من الملتحين. طبعا الناحيه مش هي الواصمه بيهم، ولكن احنا بنصف الشكل، يعني الشكل اللي موجود دلوقتي ان اغلبهم من الملتحين، وهم بالفعل اعلنوا ان هم بينتموا لجماعه الاخوان المسلمين. احنا لا، يعني ده الوضع اللي موجود، وبالتالي الناس اللي موجوده تحت المحافظه على طول اللي تحت الشباك عندنا دول اغلبهم من المتظاهرين المعارضين للنظام. طب المعارضين للنظام اصبحوا قدام المحافظه، ايه اللي حصل؟ احنا الصبح كنا شايفين اعضاء الجماعه هم اللي قدام المحافظه. يعني سيدات وفتيات الحقيقه بتقوم بشكل كبير جدا، منظر مؤسف جدا، يعني سيده وفتاه بتقوم بشكل كبير جدا، اما الوقت ده بشكل بشع ومفيش اي تدخل لاي حد الحقيقه، يعني حاجه شايفين سيدات خلص. احنا شايفين سيدات كمان بيشاركوا في اللقاء عليهم، لا وقربوا كمان منهم بشكل كبير جدا. يعني دلوقتي ده من المتظاهرين بتوع جماعه الاخوان المسلمين بداوا يهجموا دلوقتي الهجوم، هي عمليات سرقه هي عمليات شبه سحل من احد المواطنين. وفي يعني احنا شايفين بعض من اعضاء جماعه الاخوان المسلمين بيعتدوا بالضرب على السيدات، وفي محاوله من شاب لحمايتها من الضرب. هو كمان بيتعرض للضرب لانه بيحاول ان هو يحميها. في تقدم الواضح محمد زي ما احنا شايفين ليهم ناحيه المحافظه. كل ده ولسه ما فيش اي قوات امن ظهرت؟ في دي الحمولات لسه مش اي قوات امن خالص موجوده في قدام المحافظه كلها، اللي موجود هنا غير المسلمين وموجودين هنا متفقين وعارضين، مفيش اي حد بيحاول الفصل ما بينهم لا قوات امن ولا قوات جيش، لا امن مركزي ولا جيش ولا اي حد بيتدخل. طيب احنا اتصلنا زملائنا باللواء سامي الميهي مدير امن محافظه الدقهليه. المفارقه اللطيفه جدا ان سياده اللواء مدير امن المحافظه لم يصل لمكتبه حتى اللحظه، وبيطلبوا مننا والله يا ريت 10 دقائق يكون سياده اللواء وصل مكتبه. مدير امن الدقهليه لم يصل لمكتبه حتى اللحظه في ظل هذه الاحداث. هذه السيده اللي تم الاعتداء عليها، وشفنا بعض الرجال المنتمين لجماعه الاخوان المسلمين وهم بيضربوها، هذا الشاب كان بيحاول حمايتها نال نصيبه كمان من الضرب. هي الحقيقه كانت متقدمة هي وفتاة أخرى، وكانوا بيلقوا الطوب على يعني مجموعة المتظاهرين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين. شيء محزن حقيقة، يعني مش حابين يطلع الموضوع وكأن احنا بنتكلم على فريقين، فريق يعني بيضرب فريق ومين بيتقدم ومين بيرجع، وفي ظل حالة من الفوضى في غياب تام لأجهزة الأمن، والسيد مدير الأمن لم يصل لمكتبه حتى اللحظة. احنا كلمنا السادة في مكتب العلاقات العامة بوزارة الداخلية، قالوا لنا كلموا مديرية أمن الدقهلية. كلمنا مديرية أمن الدقهلية قالوا لنا سيادة اللواء مدير الأمن لسه ما وصلش مكتبه حتى اللحظة، اتصل كمان 10 دقايق يمكن يكون وصل. لطيف انه سيادة اللواء سامي النيهي مدير الأمن الجديد استلم فقط بالأمس مهام منصبه بعد حركة التنقلات الجديدة، وأول يوم شغل، أول يوم مهام، أول يوم مسؤولية في ظل اشتعال الأوضاع في محافظة الدقهلية. ده لم يدفع سيادة مدير الأمن للتوجه مبكرا لمكتبه حتى اللحظة. دلوقتي الساعة 11 وربع ومدير الامن لم يصل لمكتبه حتى اللحظه، ومفيش اي اثر لاي رجل امن او اي قوات امن في الشارع لوقف هذه الاشتباكات المستمره. احنا شايفين سيده وشايفين فتاه كانوا بيشاركوا المعارضين في القاء الطوب بعد ما القي عليهم الطوب بشكل كبير جدا. تقدمنا بشكل كبير وبشكل مفاجئ وجريء الناحيه الثانيه، تم الاعتداء عليهم وضربهم، ودلوقتي يعني هم واقفين في وسط عدد من الشباب والحديث دائر.
طيب خلونا قبل ما نختم الشباب نرجع مرة تانية لزميلنا محمد سعيد. محمد سعيد نشوف لو عند محمد شيء جديد قبل ما نختم. طبعا الاشتباكات كانت زادت، بعدين بعد كده اتقطع الشارع، ما كانش فيه حركة عربيات، فيما بعد فتح الشارع مرة تانية واستمرت العربيات ويعني هدأت الاشتباكات. محمد ايه الاخبار عندك؟ هل في جديد؟ استاذه دينا مع حضرتك، بالفعل يعني دلوقتي بدات تهدأ الاشتباكات مره ثانيه وعادت الهدوء، المتظاهرين بداوا يرجعوا، كل واحد بيرجع للمكان اللي كانوا متجمعين فيه مره ثانيه، ونتمنى بقى ان المره دي ان شاء الله الاشتباكات تهدأ وما تتجددش مره ثانيه، ولكن